الصباح الرحيم. الان غادي نحاول نديرو بعض التمارين. كنا ديجا تكلمنا في الدرس ديالنا الكهرباء على لي ريزيستونس ولا لا بويسونس الكتريك. الان غادي نديرو بعض التمارين باش نستوعبو داكشي بشكل افضل. اتفقنا؟ الوغ تبعو معايا. نبداو بتكسيس نيميرو 1. اون فوا كومبليتي لو طابلو سويفون. الوغ عندنا هنا واحد الطابلو. الطابلو فيه بعض الفراغات، وهاد الفراغات غادي نحاول انايا نملاهم ان شاء الله باش نكمل الجدول ديالي. سي كليغ؟ يلا تبع معايا استاذي. اذا باش غادي نعمر هاد الطابلو هذا، عندي هنا ثلاثة ديال المقادير الفيزيائية. عندي هاد المقدار الأول، هاد المقدار الثاني، وهاد المقدار الثالث. هادو سوسون لي غروندور فيزيك اللي أنا بيان سور شنو خصني ندير. خصني نلقى لو سامبول ديالهم، خصني نلقى لونيتي ديالهم، خصني نلقى لاباري دو ميزور ديالهم. سي كليغ؟ إلا هاد التخوا ديال لي مو مستطعتيش تستوعبهم، ألوغ عندك مشكل كبير وخصك تعاود تريفيزي داكشي كامل من بداية ديال العام، ماشي غير من الكهرباء. سي كليغ؟ الو لو سامبول بيان سي هو الرمز، لونيتي بيان سي هي الوحده، ولا باري دو ميزور هي اداه القياس. اذا نبداو بلانتونسيتي دو كورون. كنا تكلمنا على لانتونسيتي دو كورون اللي هو شده التيار الكهربائي. قلنا لكم انه باش يشتغلوا لي الاجهزه اللي عندي في المنزل خصني واحد التيار كهربائي كامل في الدارة الكهربائيه كامله. الا ما مرش هذاك التيار الكهربائي الاجهزه ديالي ما غاديش يخدموا. سي كليغ؟ وقلنا لكم هذاك التيار الكهربائي فانا ممكن نقيس الشده ديالو الى عقلته واحد الجهاز، وكنا سميناه الامبير. الامبير اذا لاحظ معايا ديال لانتونسيتي دو كورون كيفاش كان رمز ليها. كنرمز ليها بيان سيغ بإي، كنرمز ليها بإي. لونيتي ديالها قلنا لكم هي الامبير، قلت عليها قلنا لكم الامبير هي لونيتي ديال لانتونسيتي دو كورون الكتريك. و لاباري دو ميزور هي شنو؟ هي الامبير، هي الامبير متر بيان سيغ. امبير متر. إذا الأمبيرمتر هو واحد الجهاز كنستعملو باش نحسب شدة التيار الكهربائي. بيان سيغ واحد الملاحظة بسيطة، هاد الأجهزة بارفوا ربما متعرفش الجهاز كيفاش داير. باش تاخد فكرة سير مثلا بحث في جوجل مثلا أمبير، أمبيرمتر، وشوف الأمبيرمتر كيفاش داير. إذا هاد الجهاز هدا هو لي كنسميه أنا الأمبيرمتر، وهذا في الحقيقة ماشي غير أمبيرمتر، بارفوا كيتسمى ملتيمتر، يعني كيحسب ليا كيحسب ليا لاطونسيون، كيحسب ليا تالو كورون إلكتريك أون ميم طون. إذا لاحظنا مثلا في هذه الصورة هذه، شوف معايا كنلاحظ هنا الإشارة ديال الفولت، وهنا الإشارة ديال الأمبير، وشي إشارات أخرى بلا داعي ندخلو ليها. وهنا كتلاحظ حتى الإشارة ديال المقاومة، يعني هاد الجهاز هذا يقدر يحسب ليا المقاومة، يقدر يحسب ليا الشدة ديال التيار، ويحسب ليا حتى التوتر. لا ريزيستونس، لانتونسيتي دو كورون إلكتريك، إي أوسي بو كالكيلي لا طونسيون إلكتريك بيان سيغ. كل واحد راسك تكون كتعرف هذا اش كيدير، وهذا اش كيدير، وهذا اش كيدير. سي كليغ؟ الو هذا هو الجهاز كتسمى الملتيمتر، كيحسب لي تقريبا الأغلبية ديال المقادير الأساسية في الكهرباء. المهم غير كفكرة، دائما إلا حصلتي سير قلب على شي حاجة وغادي تلقاها إن شاء الله، إلا كانت عندك بيان سيغ الإنترنت وكان عندك واحد واحد الرغبة باش تلقى الجواب. إذا بالنسبة للاطونسيون إلكتريك كنا تكلمنا عليه، قلنا لكم لاطونسيون إلكتريك الرمز ديالو هو إي، لونيتي ديالو هي الفولت. و بيان سيغ شنو كيشكون لي كيحسبو ليا هو الفولت، هو الفولت متر، الفولت متر. منساش أنه الفولت متر كنا كنرمزو لهاد الأمبير متر، كنا كنرمزو لهاد الرمز هذا، كنحطو على التوالي. و بيان سيغ الفولت متر كنرمزو لهاد الرمز هذا، كنحطو بيان سيغ على التوازي. ربما يعطيك التمثيل، يقولك دير ليا لا غوبخيزونطاسيون دو سو ديغني، دونك خاصك تكون عارف هادشي هذا كامل. بيان سيغ لا ريزيستونس لو سامبول ديالها هو ار، و بيان سيغ لونيتي ديالها هي الأوم، كنرمز ليها بهذا الرمز هذا الأوم أو أش أم. و بيان سيغ لاباري دو ميزيغ هي الأوم متر، الأوم متر. سي كليغ؟ إذا هادو خصني نعقل عليهم. بيان سيغ كل واحد عندو لاباري دو ميزيغ ديالو، مي كيما قلتلكم سابقا في الصورة كما شفتوا انه بعض المرات كنلقى واحد الجهاز كيحسب لي كلشي وفيه جميع المقادير، يعني كنسميه ملتيمتر، يعني انه جهاز متعدد الاستعمالات ويمكن له يقيس لي العديد من المقادير الكهربائيه. سي كليغ؟ ما ننساش كمعلومه اضافيه، ما ننساش انه ملي كنبغي نرمز لواحد لا ريزيستونس فانا كنرمز ليه بهذا الشكل هذا، واحد المستطيل وسطو ار. إذن هادشي اللي كاين، نتمنى تكونوا استوعبتوا التمرين بشكل أفضل. الفيديو التاني إن شاء الله نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 2. بالتوفيق.